صراع على الأرض والنفوذ بين أكبر مجموعتين عرقيتين في ولاية مانوبر الهندية حولها إلى ما يشبه ساحة حرب أهلية تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات ونزوح عشرات الآلاف، وامتد إلى مشهد أثار استياء الناس في العالم. الأخبار الواردة من الولاية النائية في شمال شرقي الهند تنقل صورة قاتمة عن الوضع على الأرض. آلاف قطع السلاح جهزت لقتال قد يدوم أشهراً طويلة بين أفراد عرقية ميتي التي تمثل أغلبية سكان الولاية بنسبة تقارب 53%، غالبية أفرادها من الهندوس، وبين شعب الكوك الأقلي معظمهم من المسيحيين. ولكن ما أصل هذه الاضطرابات؟ المسألة تبدو معقدة وتعود جذورها إلى سنوات طويلة في ولاية تشهد حالات من التمرد المستمر طيلة أكثر من 4 عقود، وتعرف حالة من انعدام الثقة فيها بين الأهالي وقوات الأمن أو الجيش. بداية مايو الماضي تفاقمت التوترات بين المجموعتين العرقيتين بعد احتجاج أقلية الكوكي على مطالبات لأغلبية ميتي بمنحها وضعاً قبلياً رسمياً في الولاية، ما سيمكنها بموجب القانون الهندي من حصص إضافية في الوظائف الحكومية والاندماج في الجامعات. أقلية الكوكي تعتقد أن هكذا إجراء سيعزز من نفوذ مجموعة ميتي على حكومة الولاية، وسيسمح لهم لاحقاً بالسيطرة على مناطق يسكنها شعب الكوكي وأراضي الغابات الموروثة عن الأجداد. إضافة إلى ذلك، تتزامن حالة الغضب التي تسود جماعة الكوكي مع اتهامات توجهها لرئيس وزراء الولاية بسبب حربه ضد زراعات نبات الخشخاش الذي يستخدم في تجارة الهيروين، وذلك بأنها في حقيقة الأمر حرب تستهدف الجماعة ومناطق سيطرتها. التوترات التي صاحبت الاحتجاجات لم تأخذ منحاً سلمياً على الإطلاق. تشير تقارير حقوقية إلى أن أعمال عنف فظيعة سجلت، بينها قطع رؤوس وجرائم اغتصاب، إضافة إلى تدمير مئات الكنائس وأكثر من 10 معابد. شهدت الولاية أيضاً عمليات استيلاء من الميليشيات التي تشكلت وتتبع المجموعتين العرقيتين المتنافستين على آلاف قطع السلاح، ما دفع السلطات إلى إرسال عشرات الآلاف من الجنود وقطع الإنترنت وفرض حظر للتجوال. ورغم اضطرار أكثر من 60,000 شخص إلى الهرب من بيوتهم، فقد التزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي لطالما اتهم بالتسبب في إشعال النزعات العرقية في البلاد ويقود حزبه حكومة الولاية، التزم الصمت لأسابيع طويلة قبل أن يضطره انتشار مقطع مصور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدتين من أقلية الكوكي تساقان عاريتين في الشارع وتتعرضان للتحرش والمضايقة من قبل رجال من أغلبية ميتي، إلى وصف ما جرى بأنه عار على أي مجتمع متحضر، متوعدا بمحاسبة المعتدين. لكن شكوكا كثيرة تحوم حول مدى جدية أو قدرة السلطات الاتحادية على مواجهة الموقف المشتعل في الولاية الواقعة على الحدود مع ميانمار. سلط انتشار هذا المقطع الأنظار مجددا ومن كافة أنحاء العالم هذه المرة على كيفية استخدام الاعتداءات الجنسية والاغتصاب كأدوات للعنف في النزاعات العرقية السائدة في البلد ذي الكثافة السكانية الأعلى في العالم.